هيلا هيلا وهيلا وهيلا ومعلي الطموح يوصل بسقف الحلم لحدود السماء. هو عيد عمال، إنما الكثيرون يكدحون حتى في يوم عيدهم بحثا عن رزقهم. عيد العمال هو عيد لكل واحد عامل بيتعب يعني كل يوم ليأمن عيشه. هلا نحن بحكم كوننا صيادله ما بنقدر نعطل اكيد لنأمن الادويه للمرضى. شو بيعني لك عيد العمال؟ عيد العمال بيعني لي كل شيء، الشغل والحياه والتعب. نحن بهالمصالح الاكل والشرب يعني المفروض يكون اي يوم عطل للعالم كلنا بنكون موجودين. كل البلاد قايمه عيد العمال، اذا ما في عامل يشتغل ما في بلد. مضبوط؟ بس العمال مهدور حقهم. ما بيعني لنا شيء كعمال، بس انه في انه يوم بالسنه اسمه عيد العمال. هو لازم الواحد يسكر بس الاشغال تعبانه ما فينا نسكر. ما في عيد اساسا يعني وما في شغل يعني على اساس انه اذا في شغل نسكر يعني ما في شغل هيك عم نفطر ما في شغل. امنياتهم الا يكون الاول من ايار مجرد يوم عطله. هم يتمنون ان تكون لهم ضمانات تقيهم عوز الشيخوخه. بعضهم لا يعني لهم عيد العمال إلا عنوانا، فهم مستمرون بالبحث عن رزقهم رغم عيدهم. غنوة أبو دلة، تلفزيون المستقبل.